البحرية الأمريكية تقوم بتجارب على صاروخ والناس تصاب بالهلع. تمت مشاهدة هذا الفيديو من قبل ملايين الناس على يوتيوب، حيث صوره جوليان سولوميتا في ليلة 7 من تشرين الثاني في سان دييغو، كما وسوف تشاهدون ما هي إلا لحظات حتى يتحول البريق إلى ضوء شديد الإنارة، كما ولو كان مشهدا من أفلام المخرج ستيفن سبيلبرغ. لقد أصيب الناس بالهلع والتوتر، وهاكم ردة فعل جوليان. What are your best guesses at what that was? That's a UFO. Like, was it close or was it really, really far? Because it looks really close. It looks really close. It's still. You know, it looked for a second like a crop duster. Yeah. But it was had this blue trail behind it. I don't know what. That was one of the weirdest things I've ever seen. It's like right over the valley, just over the 405. تقول البحرية الأمريكية أن مصدر الضوء كان صاروخاً من نوع تريدم 2، حيث كانت البحرية تجري تجريباً على الصاروخ، وهو شيء معتاد حدوثه في تلك المنطقة. لكن أن يعقل أن البحرية ظنت أن الأمر سيمر هكذا كما لو أن شيئاً لم يكن، فملايين الناس تعيش هناك وقد أصيبوا بالجنون. أما هاتف الطوارئ فلم يهدأ طوال تلك الليلة. طبعا عشاق الفضاء والمخلوقات الفضائية أدهشتهم هذه المشاهد، أما الناس العاديين والعاقلين أصيبوا بالتوتر، لكن لا بأس عليهم. فهل تعتقدون أنه من الأفضل للبحرية أن تخبر الناس بشكل عام عن قيامهم بالتدريبات، أم تعتقدون أن المسألة برمتها فقاعة إعلامية؟